هيا ما نجموش يكون عجة ما غير عظمة مروبة هكية. نو انا نحب عجة بالمرقيز. انا هوني خديت عجة بالمرقيز خاطر نعرف كنتي تختاروا المرقيز خصيصا. تحبي فلفل منقولة؟ اي نحبها على الطريقة متاعك. هنا طريقتي نعملها هكا وتحبوها كثير. شاي شافوه. اها اي بزيت ثوم. ومن بعد باش نزيدوها شوية ثوم هذاك. بديت الريحة تفوح. يا بنينة ريحة فوحة. هذيك تحضرها من قبل باش تربح الوقت. نتعدوا للعجة وهنا انا خديت في عوض الخبز خديت ملاوي سوبليمون هذايا تنجموا تزيدوه. وباش نغطسوا في البنة ليس البنينة بنينة برشا 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 فيوحة بالقديم بالقديم ثوم سعيدة تحسيها برشا ثوم وتصلوا كل